الزوامل فيهم حسد، باش نكونوا واضحين، الزوامل فيهم واحد الحسد بزاف، وحق الله العظيم الزوامل فيهم الحسد، اقسم بالله العلي العظيم. تقولوا هادو زوامل بيناتهم، وكانوا هما الوباء فيهم الخير غير بغيو لي الخير انا كيما تنبغيهم الخير. شحال من لوبيا في المغرب قسما بالله تقول وشوف زاملو وسميتو وفيريفيو ليها الكونت، فهمتي؟ تقولوا زامله وفيريفيو ليها الكونت. تسنى نبلوكي واحد الزبل واحد الزامل في المغرب، تنهبط المغرب ونوري القحبه تمك، لانه ما شرفنيش بحال كاين المستخبي بقى متابعني. يلا بلوك الزبل. قلت لكم مفقوسين علاش تعطات ليا فيريفي، راه اداره الانستغرام اعترفت بيا، اللي نتوما دائما هازين الميكروات وباغي لي يعترف بكم، ما عترف بكم حد، فهمتي؟ حتى شي واحد ما عترف بكم، نتوما فيكم الحسد. فكما قلت لكم الوباء فيهم الحسد، فيهم السم، فيهم الحقد. ايوا ما يكبروا بيا، هما اللي ناضوا على فكره، هما اللي ناضوا بداو بالفكره ديال السينيال، ماشي البنات بداو، هذوك الوباء هما اللي بداو باش تعرفوا الحسد اللي فيهم. ما علينا، غنشوفوا شكون اللي غنطلعوا معنا اليوم. صيفط لي ضمود عافاك شي واحد فينك، غنطلعوا معنا فيصل كنت فيريفي، نشوفوا شنو غادي يقول لنا هاد السيد. هاي هاي، السلام عليكم. لاباس عليك؟ لاباس اخويا، مرحبا بك وشرفتينا اخويا. الله يودي الله يودي، صافي بليز. اول مره ياك كنتشوفوا فيها ياك؟ وي، اول مره، اول مره غنهضروا. بليز بارطاجي، بليز بارطاجي بيني وبينك. انا عندي الربح نطلع واحد بحالك، لانه انت اصلا مدرسه، ثاني شيء اكسبيريونس والتجارب اللي دوزتي، يعني شرف لي نطلع واحد بحالك اللي معترف بكل شيء وعنده الاكسبيريونس. ممكن هو الا انتقدتيني غنتقبلها، ما انتقدتينيش غنتقبلها، يعني اللي غتقول لي انا ممكن نلقى لك الجواب وممكن ما نلقاش الجواب، ولكن باش غنطلع انا واحد كيدير تروطوار ولا كيدير الشارع وغايش يتناقش معايا انا اللي باك بليس 3 بليس 4 غايش يتناقش معايا وعندي الاكسبيريونس في الحياه 37 عام ومدوزه القرينه حنا، وغادي وحده كدير الشارع 100 درهم وتناقش معايا في الله. لا فبلوك عليا الزبل ونطلع الناس اللي مهمه اللي ممكن نستافد منهم، حتى لا تاخذوني ممكن الانتقاد ديالهم غيفيدني. صوفيا شوف، اللي من الحاجه اللي ما يقدرش يختلف عليها جوج هو ان بزاف الناس في تركيا تعرفوا عليك والخير ديالك عليهم سابق وقتي معاهم رجوله ديال ومنهم الصح. ومنهم ومنهم فنانين. يلا كتيسب في لي كومونتير، كاينعس هنا حدا في راسي كاينعس، واحد صار بناعس ومكسيو بالفلوس وصيفطته لدبي، ديت لي فيزا لدبي ومشى لدبي ودبرت لي خدمه في دبي وفي الاخر يرجع المغرب. دابا ولا كيسب في لي كومونتير باش تشوف الكاري الخير. شوف شوف الكاري الخير، الكاري الخير. شوف كاين، شوف كاين دابا غير واحد الموضوع اللي كاين بزاف واللي متداول بزاف في لي ريزو سوسيو، واللي هو كيقولوا بانك انت شهرتي بزاف ديال الناس، بان واحد الناس اللي هما طبعا كيبقى اختيارهم هما اللي بغاو يطلعوا معاك، وعارفين بانك انت حره وكتكلمي بديك الطريقه الى اخره، ولكن كيقولوا بانك شهرتي بهم وسببتي لهم في مشاكل مع العائلات ديالهم، يمكن مع الخدمات ديالهم، عندهم عائلات ملتزمين الى اخره، مع العلم ان التشهير معروف بانه يقدر كاع يتعاقب عليه قانونيا. انت شنو تقدري تقولي في هذه القضيه هذه؟ يتعاقب عليها قانونيا الا ما كانوش عندي لي ديسكسيون، لانه الانستغرام باش طالع معايا هو الانستغرام باش مصيفط ليا هو لي ميساج. عافاك صوفيا طلعيني انا لوبيا هكذا، هذا دليل انه غادي نبري راسي. الا جا هو غادي يتحداني انا كنتحدى بالدلائل، حتى شي واحد ما طلع. ولكن ولكن علاش التحدي؟ علاش اصلا زعما شنو شنو الفائده اذا كنت انت مثلا معروفه ومأسومي، ولكن عجبني هذا اللي كيأسومي راسو باش نكونوا واضحين، بنادم مأسومي راسو متاكد من شنو كيدير الى اخره، ولكن علاش هذه الرغبه بانك الناس وحدين اخرين اللي عندهم اختيار اخر انهم ما بغاوش يعرفوا على الهويه ديالهم، بغيتهم يكونوا اكزاكتومون بحالك، يعني كلشي يعرفهم، علاش هذه الرغبه عندك؟ لا انا ما بغيتش واحد يعرفهم، ولكن هما منين ناضوا حاطين في الجروبات ديال لي جاي، تخيل ديال لي جاي انا جاي، حاطين هما الجروب ديال لي جاي وتيقول لك سينيالي هذا الكونت، وذاك السكرين تياخذوه لي زيتيرون وتياخذوه البنات وتيقلدوهم تيقولوا سكريو، يعني هما اللي حرشوا عليا المجتمع المغربي كامل. شكون اللي حرشوا عليا؟ بيني وبينك انا ما اديت حتى شي راجل وما اديت حتى شي بنت، اذا شنو دخل البنات ورجال في هذا الموضوع؟ انا الوابة هما اللي دخلوا عليا، ومنين طلعتهم قال لك انا اديتهم، وباش ينتقموا مني مشاو كيحرشوا عليا الباقي ديال الطبقه ديال المجتمع المغربي.
ولكن انا شفت واحد ليكست، ولكن انا شفت واحد ليكستريم اللي الناس كي اللي شتك كتدوي فيه على لي زابليكاسيون المتخصصه في لي رونكونتر ديال لي جي بيناتهم. لا ولكن بلاتي نكمل غير الجمله ديالي. هذه القضيه هذه خلقت واحد المشكل كبير، اللي مثلا اذا انت كتنتمي لهذا الكوميونيتي ولا هذا المجتمع اليوم هذا، فانت شكلتي لهم دابا اليوم واحد المشكل انهم متابعين لي زاتاك خدامين، شي كيحصل شي وشي كياتاكي فشي. ايوا ولا مشكل كبير. واش انت مع هذه الفتنه هذه، ولا انت بغيتي تشوفي الامور كتحسن في هذا المجتمع؟ انا ماشي مع الفتنه. انا دخلت معايا واحد اللوبيا ياك من طنجة، بدات هي دخلت علي قالت لي صوفيا انا لوبيا عافاك دخليني. راه بغيتها شنو قلت لي مرحبا اختي، طلعتها قلت لها انت لوبيا؟ قالت لي لا. قلت لها ولا وريتك الكونفرساسيون ديالك في الموقع ديال التعارف ديال سواء جنسيا؟ قالت لي لا. وانا نوريه ليها، منين وريته ليها شكون اللي دخل في لي كومونتير؟ دخلوا الوابة كيكتبوا السميه ديال ديك لابليكاسيون الوابة. انا اللي تار لي الانتباه ديالي غير دابا هو انك كتوظف لو تيرم ديال الشواذ الجنسيين وماشي المثليين. الوغ انت عارفه مزيان بان الشاذ الجنسي هي بيغ الراجل يقدر يكون شحال من حاجه لان لا شاذ جنسي بحال تكون كتسب. لا لا شاذ جنسي ماشي سبه، شاذ جنسي ممكن يكون راجل شاذ جنسي. شنو هو الشاذ جنسي؟ الشاذ جنسي في العلاقه الجنسيه ديالو حتى مع المراه ديالو، يعني تيما واحد بواحد الطريقه شاده جنسيا. الشاذ الجنسي ماشي هي كتعني بانه لوبيا، لا ملي كنقولوا شاذ جنسي حتى الحيوان ممكن يكون شاذ جنسي. واخا دابا انا بغيتك غير ما تبقاش في لا ديفونس، انا بغيتك دابا بصح حل قلبك وحل دماغك معايا. شوف ماشي ما تدافعش على راسك بديك الطريقه ديال بحال شي حد باغي يدير لك لا بريسيون. بغيت نقول لك اذا هادشي كله اللي طرا، اذا بغيتي انت تقولي بانك غلطتي فشي حاجه بالضبط، شنو هي الحاجه اللي ممكن هي انني عطيتهم الفرصه النهار الاول يطلعوا معايا. هذه هي الغلط اللي درت، انني عطيت الفرصه ليهم يطلعوا معايا، هذا هو الغلط. انا يعني كنت غدا مزيان، كنت غدا مع الفنانين مع المشاهير واموري مزيانه، هما اللي دخلوا عليا. شوف انا بالنسبه ليا داك السؤال اللي كنتي كطرح عليهم كاملين انا راه مولف به، انا دي جورناليست كبار في العالم كي كيطرحوا عليا السؤال هذا. غير هو كاين بعض الناس اللي ما عندهمش لا كاباسيتي انهم ملي كتسول هذا السؤال كيتداجروا كيترونوا وتقدر تجيب لهم مشاكل الى اخره الى اخره. فهمتي نسولك دابا انا واحد السؤال، الا سولتك مثلا انا بغيت نسولك واحد السؤال اللي هو غادي مثلا ما يعجبكش باغي قبيح بزاف، شنو غادي دير انت؟ بق غنهبط. انت بعدا راه مثال صبرتي وكافحتي بلا ما نعاود لك، وكنتي غير بوحدك موقف معك حد لا سوشيال ميديا لا صحافه لا حتى شي واحد موقف معك، كنتي كتمشي دير دي انترفيوات مع صحافه. اشنو كانوا تيسولك؟ انا بغيت السؤال اللي كانوا تيسولك صراحه، كانوا كيطرحوا عليا السؤال ديال واش انت مثلي، وهذا السؤال هذا في النطاق ديال الصحافه هو فعلا سؤال حقير، ولكن كان خصني ضروري نجاوب عليه لان انت شنو تدير في حياتك؟ انا فنان ممثل وعندي تاريخ موسيقي من 2006 الى اخره. علاش ما يجيوش يسولوك؟ علاش ما سولوكش واش انت فنان واش انت ممثل؟ كيفاش اكتسبتي هذه الموهبه؟ علاش هما اول سؤال كيطرحوه عليك واش انت مثلي، اللي هو نفس السؤال ديالي غير انا بطريقه شويه غامضه. واش انا كنظن بان السوجه ديال المثليه والجنس بشكل عام هو موضوع كيعجب بزاف العرب كاملين، يعني هو اول